كنا يوم أمس مع أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وتحدثنا عن الجملة الأولى منها وهي قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو. وانتهى الوقت قبل أن نكمل الحديث عن صفات الله جل وعلا وعن أفعال الله جل وعلا، أليس كذلك؟ نكمل ما تبقى وندخل في بقية الآية. بالإجمال ذكرنا ما يتعلق بقواعد التوحيد أو أصول التوحيد المتعلق بالإيمان بالله، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته وأركان الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته وأركان الإيمان بألوهيته، الإيمان بالأسماء والصفات وقواعد الإيمان بالأسماء وقواعد الإيمان بالصفات، وبقي أن نتكلم على الأفعال، أفعال الله سبحانه وتعالى. ونذكر أن أفعال الله جل وعلا تدور بين أمرين اثنين لا تخرج عنهما: الأمر الأول العدل، والأمر الثاني الفضل. فلا يفعل الله جل وعلا فعلا إلا وهو عدل وفضل، عدل من جهة وفضل من جهة. إذن إذا قلنا عدل فلا ظلم، وإذا قلنا فضل فلا منة، فلا منة لأحد على الله، عرفت؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن إذا صمت المنة لله ليست لك، إذا صليت المنة لله ليست لك، إذا تصدقت المنة لله عليك أنه هداك أصلا، إذ هناك من هو محروم من الصلاة، محروم من الزكاة، محروم من الصوم، محروم من الإسلام كله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هناك مسائل تطرح في هذا الباب، وهذا الباب يدخل في باب القدر، وقد تكلمت لكم عن القدر في تفسير سورة القدر وفي تفسير سورة القمر إذا كنتم تذكرون، وذكرنا أن القدر يقوم على أركان. فما هي أركان القدر؟ الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان، ما هي؟ الركن الأول علم الله الذي أحاط بكل شيء، أن تعتقد أن الله وسع علمه كل شيء، هذا رقم واحد. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إحاطة علمه بكل شيء، هذا رقم واحد. رقم اثنين أنه على ما أنه إذا شاء شيء فعله، فلا يحدث شيء بعلمه إلا بمشيئته. المشيئة، العلم والمشيئة والقدرة والكتابة، العلم أولا والكتابة ثانيا والقدرة ثالثة والمشيئة أربعة، هذا رقم بالترتيب. علمه وسع كل شيء، كتابته لما علم، يعني ما علمه كتبه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما علمه وكتبه قادر على تنفيذه إذا أراد تنفيذه، وهذا اللي يسمى القضاء، وهو تنفيذ القدر. ثم ربط ذلك التنفيذ بالمشيئة، فإذا شاء أمضى وإذا شاء لم يمضي. قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة، وبعد ما ماتت خديجة جاءه جبريل يحمل في المنام، يحمل عائشة على كفه، قالوا: يا رسول الله هذه زوجتك،
نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعرفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، إن يرد الله أمرا يمضه. فأراد الله وأمضى الله. وكانت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم مخطوبة لرجل آخر، ترى كانت مخطوب، كان ملك عليها ابن عمها كما يقولون، فأبى الله إلا أن تكون عائشة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب كانت لرجل آخر، وأبى الله إلا أن يأخذها من ذاك ويعطيها لرسول الله. رأت رؤيا قبل أن تتزوج، رأت في المنام أن قمرا سقط في حجرها، فجاءت تجري وهي طفلة عمرها 15 سنة لأبوها حيي بن أخطب وعمها، قالت: يا أبتاه، رأيت في المنام قمرا سقط في حجري، فلطمها حتى سالت الدماء من عينها. قال لها: أترغبين أن تتزوجي نبي العرب؟ فدعا عمه وقال: جيب ولدك، خلنا نزوج البنت، يأخذها محمد. وشوي ودي غزوة الأحزاب، عفوا غزوة خيبر، وتفتح خيبر ويقتل حيي بن أخطب، ويقتل عمها، ويقتل زوجها، وتأخذ سبي، وتقول أنها تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الرؤيا التي رأت من قبل، ويحقق الله ما أراد، وتكون صفية بنت حيي بن أخطب زوجة لمحمد صلى الله عليه وسلم. بنت أبوها يهودي، عمها يهودي، لكنها أم المؤمنين، إذا شاء الله أمرا أمضاه. فمشيئة الله لا يمكن أن ترد بمشيئة كائن من كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن هذا متعلق بإيش؟ بأفعال الله. القدر كله متعلق بعلم الله ومشيئة الله وأفعال الله، وعلم الله ومشيئة الله وأفعال الله تعلم بصفات الله وأسماء الله، وصفات الله وأسماء الله دالة على ذات الله جل وعلا، وذات الله واحدة لا تتعدد، له الصفات العلى، له الأسماء الحسنى، إلى غير ذلك. هذا إكمالا لدرس أمس. ندخل اليوم في بقية الآية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا بقية الآية تفصيل لما أجمل في قوله تعالى الله لا إله إلا هو. أما الصفة الأولى الحي، فالألف واللام التي جاءت قبل لفظة حي دلت على استغراق النوع واستغراق الجنس، أي جميع ما يمكن يندرج تحت لفظ الحياة من كمال الصفات ومن كمال الذات واجب في حق الله. فاهمين؟ فكل حي لا تكون حياته صحيحة إلا إذا كان سميع، إلا إذا كان بصير، إلا إذا كان متكلم، إلا إذا كان قادر، إلا إذا كان مريد. فجميع الصفات التي تقتضيها كلمة الحياة وهي صفات كمال هي مثبتة لله، وجميع الصفات التي هي نقص في الحياة هي منفية عن الله، ليس بأبكم ولا أصم ولا أعمى ولا غير ذلك من صفات سلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الدجال أعمى أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال الله عز وجل عن الأصنام: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لكن الله يسمعكم إذ تدعون، ينفعكم إذا طلبتم النفع، يضر أعداءكم إذا استنزلتم ضره بعدوكم، إلى غير ذلك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لكن من ابتعد عن اسم الله واتخذ اسما آخر غير الله يدعوه من دون الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لا ينفعه شيء. هل ينفعونكم إذ تدعون؟ نعم. إذن الحي، كل حياة ولله المثل الأعلى،
تقوم على مقومات غير حياة الله، كل حياة قبلها موت فهي حياة ناقصة، كل حياة لها بداية فهي حياة ناقصة، كل حياة يتبعها الموت فهي حياة ناقصة، كل حياة تنتهي فهي حياة ناقصة، كل حياة يمر عليها المرض والسقم والنوم والنعاس والألم كلها حياة ناقصة، كل حياة يعتريها الخوف والحزن هي حياة ناقصة. لكن الله حياته لا بداية لها، هو الأول بلا ابتداء لا نهاية لها، هو الآخر بلا انتهاء. حياته لا تقوم بمقومات كما تقوم حياتكم. أيها الناس، إذا لم تأكلوا ماذا يكون؟ تموتوا. إذا لم تشربوا تموتوا. إذا اشتد الحر عليكم ما في مكيفات تموتوا. إذا اشتد البرد فوق الحد المعقول تموتوا. إذا تحتاجوا إلى جو، إذا أكل، إلى شرب، إلى أرض تقلكم، إلى سماء تظلكم، إلى ماء تشربونه، إلى طعام تأكلونه، إلى إلى إلى، إذا لم تجدوا هذه المقومات فلا حياة، صح ولا لا؟ لكن الله حياته من غير أكل، هو يطعم ولا يطعم، من غير شرب، من غير أي مقوم من مقومات الحياة اللي عندكم. هو خالق الزمان كله، خالق المكان كله، خالق الخلق كلهم، لا يحتاج لشيء مما خلق، هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن الحي، إذا علمت أن الله هو الحي فاعلم أنك أنت ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، والحياة حياتان، حياة مخلوقة وحياة غير مخلوقة. الحياة الغير مخلوقة لله وحده، والحياة المخلوقة لما سوى الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقدم خلق الموت لأنه مكتوب على ما سواه، وثنى بذكر الحياة لأن حياة جاءت بعد الموت ويعقب بها الموت ليست بحياة. الحي القيوم، ما معنى القيوم؟ القيوم مبالغة من القيام بأمور الخلق. الرجال إيش؟ قوامون، كل واحد قوام. قوام صيغة مبالغة من القيام بشؤون بيته، زوجته، أولاده، وعياله. لكن الله قيوم، قائم بالكون كله، بملائكته، بإنسه، بجنه، بسمواته، بأرضه، بآخرة، بجنة، بنار، بدنيا، ببرزخ، كل شيء، بالبحار، بالبر، كل ذلك لا يقوم إلا بالله. ومعنى القيوم الذي لا يقوم شيء إلا به، وهو يقوم بدون أي شيء، قائم بذاته ولا يقوم غيره إلا به. لولا الله لما كنتم أحياء، فهو الذي أحياكم. لولا الله لما كنتم موجودون أصلا، فهو الذي أوجدكم. لولا الله لما كان شيء، لأنه هو الذي كون الشيء من لا شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. عرفتم؟ القيوم. ولما وصف نفسه جل وعلا بالحي القيوم أكد أن قوامته للكون كله لا يعتريها نقص، كل قوامة غير قوامة الله يعتريها النقص. أنت تنام عن أهلك، تنام ولا لا؟ يحتاجون مستشفى، أنت نايم لا تصحوني، يحتاجون أكل خلي بكرة، يحتاجون حاجة معينة لباس العيد خلي بعدين، تأخير
إما بنوم، إما بتعب، إما بمرض، إما بزعل، إما 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 إلى إما بفقر، ما عندك ودك بس ما عندك، صح ولا لا؟ لكن رب العالمين قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة بداية النعاس والنوم نهاية النعاس، يعني النوم معروف، النوم الموت الأصغر والموت النوم الأكبر، وكل هذه نقص في الحياة وكلها منفية عن الله. فهو حي لا يموت، ومع أنه لا يموت لا يحصل له أي حدث مما يشابه الموت، لا نوم ولا نعاس ولا غفلة ولا 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 إلى آخره، ولا نسيان، ما ينسى ولا ينام ولا يحق له أن ينام، كل يوم هو في شأن. النمل باتصال مع الله، الطير في جو السماء باتصال مع الله، الحيتان في البحر باتصال مع الله، الملائكة في عليائها باتصال مع الله، الإنس والجن باتصال مع الله، كل يسأله، كل يعبده، كل يلجأ إليه، كل يتمنى رضاه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وليش قال يسبح بحمده؟ الحمد يكون على ماذا؟ الحمد يكون على النعمة، ويكون الحمد على الفضل، ويكون الحمد على صفات الكمال كلها، صفات الجلال كلها، صفات الجمال كلها. فكل خلق الله مسبح بحمد الله، بإنعامه، بجلاله، بكماله، بإفضاله، بغير ذلك من عطائه ونواله سبحانه. الحي القيوم لا تأخذه سنة، هنا قاعدة التوحيد، نفي وإثبات. الله لا إله إلا هو، لا إله نفي، إلا هو إثبات. الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، فاهمين؟ هذه صفات مثبتة وهذه صفات منفية. تخيل لو كان الله جل وعلا ينام وانتم قائمين في التهجد وتدعو والرب نايم، من بصحيح؟ لكن لا تأخذه سنة ولا نوم، اعبد ربك في أي وقت من ليل ونهار، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم، النجوى الكلام الخفي، ولا خمسة إلا وهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، باقي عدد ما جاء، كل الأعداد جاءت، أدنى من ذلك إلى ما دون العدد، وأكثر من ذلك إلى ما لا نهاية من الأعداد، إلا وهو معهم أين ما كانوا. وقال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني يراكم. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قالت عائشة رضي الله عنها عجبا لسمع الله، ما شاء الله تبارك الله على سمع الله، تخاف تضر الله بالعين، هذه أم المؤمنين تقول تبارك الله على سمع الله، تبارك سمع الله. والله إني لجالسة يوم جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، فما سمعت شيئا مما قالت. أنا قاعدة جنب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عائشة تكلم، والمجادلة حطت فمها في أذن النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خفي ما ود أحد يدري، ومن فوق سبع سماوات من فوق العرش يقول الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، اللي أنت قلت لها واللي هي قالت لك، وعائشة قاعدة ما سمعت شيء. سبحان الله. قال داود يوم أوحى الله إليه أن يرتل الزبور ويجوده فجوده، الزبور كلام الله وداود رسول الله، وأعطي مزامير في أعطي 70 مزمار في رقبته، إذا طلع يطلع 70 صوت مختلف. داود من أعجب العاجب في الصوت، معجزته في صوته.
فيوم بدأ يقرأ الطيور طربت والجبال طيبت، فاستأذنت الله أن تؤوب معه، تردد معه، تدخل معه في الجو، فأذن الله للطيور فأخذت تردد بأنغامها مع داود وزبور، وأصبحت الطيور إذا بدأ داود يقرأ تشوف آلاف الطيور جاي. والجبال غارت، قالت له يا ربي هذا كلامك وهذا عبدك وأنا مخلوقة، أذن لي نردد معهم الجبال، فأذن الله للجبال، يا جبال أوبي معه والطير، يلا شاكم الأذن من الله، فرددت الجبال، صوت الجبال ما مثل صوت داود ولا صوت الطيور، صوت مجلجل قوي، حتى صم آذان داود، ما عاد داود يسمع صوت نفسه من قوة صوت الجبال. فرفع يده قال اللهم اللهم أصمت هذه الجبال حتى تسمع مناجاتي لك على الفطرة. يحسب أن الله تختلط عليه الأصوات، وهذه الفطرة البشرية، كل البشر يعني على الفطرة. فماذا حصل؟ أرسل الله جبريل عليه السلام فورا لداود يعطيه درس عن سمع الله جل وعلا. فنزل جبريل قال يا داود إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تتبعني، يلا تعال وراي. فيأتون إلى جبل من الجبال اللي تأوب مع داود، جبل ضخم، فيضربه جبريل فينفلق نصفين، فيدخل جبريل وداود إلى قعر الجبل، وقعر الجبل في الأرض كم؟ 9 أعشار الجبل في الأرض، والعشر فقط فوق، يعني اللي تشايفه فوق الأرض عد مثله 10 مرات تحت. نزلوا إلى قعر الجبل في ظلمات لا ترى شيئا لا تسمع شيئا، فقال داود يا جبريل تسمع شيء؟ قال لا. تبصر شيء؟ قال لا. فأنار الله قعر الجبل، وإذا بجبريل يأخذ حجر من ذاك الجبل ويضعه في كف داود، قال له أبصرت هذا الحجر؟ قال نعم. ففتته جبريل وأصبح فتات، وإذا بذاك الفتات تخرج منه دودة صغيرة في فمها ورقة خضراء طلع صوت تسبيح لله، عايشة في ذيك الصخرة في قعر ذاك الجبل، سبح الله. قال له أبصرت شيئا؟ قال أبصرت دودة. قال سمعت لها صوت؟ قال لا. قال قربها من النقج، فقربها حتى وضعها في النقج، فإذا بها صوت ضعيف يطلع ويختفي مرة ويطلع ويختفي مرة. قال له إن الله يقرئك السلام ويقول لك إنه يسمع تسبيح هذه الدودة في قعر هذا الجبل، وهو يرزقها كما ترى، فكيف لا يسمع صوتك وأنت فوق الأرض؟ عرفتم؟ الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات، اللام لام الملك واللام لام الاختصاص، فما في السماوات ملك لله، وما في السماوات الأمر به لله، فلا أمير في السماء إلا الله. ما هناك ملك ولا أمير ولا وزير ولا رئيس في السماوات، إنما الملك فيها لمن يتنزل، أوحى في كل سماء أمرها، لكن الملائكة لهم نظام بأمر الله، كل سماء فيها جنس من الملائكة يختلف عن جنس السماء الثاني، فالملائكة مختلفون، وكل سماء فيها ملائكة مقربون وملائكة دون ذلك، يعني الملائكة كلهم مقربون وكلهم مكرمون لكنهم درجات، كما قال تعالى وما منا إلا وله مقام معلوم. أعلى الملائكة ملائكة السماء السابعة وما فوق، ما فوق السماء السابعة ملائكة السدرة، سدرة المنتهى، ومنهم جبريل مقامه عند سدرة المنتهى، كما قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. هؤلاء الملائكة جميعا ملك لمن؟ لله، له ما في السماوات. الإنس والجن والطير والهوام والدواب والدول وكل شيء ملك لمن؟ اللي في الدنيا اللي في الأرض لله، له ما في السماوات وما في الأرض،
في سورة طه وما بينهما وما تحت الثرى. وشو اللي تحت الثرى؟ النفط والمعادن والحديد والنار الزلازل البراكين، ده كله ملكه. عرفت؟ ما في الأرض له، ما فوق الأرض له، ما بين السماء والأرض له، ما في السماوات له، كل شيء له، حتى أنت له. أنت لمن؟ متأكد؟ خلاص، إنا لله وكل شيء لله وكل شيء راجع إلى الله. طيب، له ما في السماوات وما في الأرض من؟ طبعا قوله له ما في السماوات وما في الأرض بين لنا في سورة النجم الحكمة من خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. طيب، عندما تخرج من الكون، تخيل نفسك خرجت من الكون وأصبحت قدامك السماوات السبع ملأة بالملائكة والأراضين ملأة بالإنس والجن والطيور والهوام والدواب إلى آخره، وهذا كله عنوانه ملك لله، وهذا كله يسبح لله، زين؟ لكن نظرت في الملائكة فوجدتهم 24 ساعة في عبادة، قيام، ركوع، سجود، تسبيح، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، كل عبادة. ونظرت للأرض فوجدت معصية، هنا زنا وهنا منكر وهنا 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 غفلة وهنا كفر وهنا شرك وهنا وهنا إلى آخره، وأنت تنظر للكون من برا، والله جل وعلا ينظر: هؤلاء يعصونه ويمهلهم، وهؤلاء يطيعونه ويكرمهم. رأيت هذا كله، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هل هؤلاء الذين يعصونه لا يعلم بمعصيتهم؟ يعلم ولا ما يعلم؟ وهل أولئك الذين يطيعونه لا يعلم بطاعتهم؟ لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، فعلمه وسع العاصين، وإذنه وسع الطائعين، ومن استأذن من العاصين ليكون من الطائعين وجد الباب مفتوح، ومن أراد أن يكون من العاصين، من أراد من الطائعين أن يخرج ليكون من العاصين، الباب مفتوح، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ليجزي الذين أحسنوا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، العدل والفضل، ولا يخلو فعل الله من عدل وفضل. عرفتم؟ طيب، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل يستطيع ملك مقرب أن يتكلم شفاعة حتى يأذن الله له؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ حتى محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يوم القيامة، هل يشفع قبل الإذن؟ لا. قال: فتأتي الخلائق إليه فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يخر ساجدا تحت العرش يستأذن من الله فيؤذن له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة في الدنيا تكون بالعمل. أنتم عندما تصلون العصر تشفعون لأنفسكم بالصلاة عند الله أن يتقبلها، عندما تصلون أي صلاة شفاعة، عندما تصومون شفاعة، عندما تزكون شفاعة. ولذلك هناك شيء اسمه العدل وشيء اسمه الشفع. العدل الفرض والشفع النفل، لا يقبل منهم عدل ولا تنفعهم شفاعة. العدل الفرض، الفرائض كلها عدل، وما زاد على الفرائض من النوافل يسمى شفاعة.
فمثلا أتيت بالصلوات الخمس، فحتى تقبل منك هذه الصلوات وتكون كاملة تأتي بالشفاعة معها من النوافل، جبت معها الوتر، جبت معها الشفع، جبت معها قيام الليل، الضحى، إلى غير ذلك من الصلوات، شفعت بها الفرض. تقول يا ربي هذا الفرض الذي أمرتني به في الصلاة، ويا ربي هذا شفع، يعني هذا ما يشفع لي عندك حتى تتقبل مني الفرض. ولهذا قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. عرفت؟ فكل فرض هو عدل، وكل نفل هو شفع، لكن من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يستطيع يعمل فرض حتى يأذن الله له، أو يعمل شفع بعد فرض حتى يأذن الله له؟ فاهمين؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ما نستطيع نسوي شيء. عارفين؟ طيب، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ في مجال ثاني، بعض الناس يقول لك أنا ذاهب إلى المدينة المنورة، ماذا تريد؟ أريد أزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، أطلب منه أن يشفع لي عند الله. زين، تذهب أنت إلى المدينة وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك عند الله، هذا الطلب يغنيك عن طلب الآخرة ولا لا؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالشفاعة متى؟ في الآخرة وفي حياته، يشفع مرتين في حياته وهو حي ويوم القيامة، أما ما بينهما فلم يؤذن فيه. بعض الناس يأتي للقبر، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، قبور ثانية، هذا قبر الولي الفلاني وهذا قبر الصالح الفلاني، ذهب إليه يشفع لي، هذه عقيدة باطلة وقد تؤدي للشرك. وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما أحد يقربك إلى الله إلا إذا أذن الله، ولم يأذن الله جل وعلا لأحد أن يكون شريك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم. طبعا هنا نكتة مهمة، نكتة ليست مضحكة لكنها نكتة علمية، العلماء يقولون في النكت المسائل اللي دقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا إذا استيقظ من النوم ايش يقول؟ يقول: الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره. أذن لي بايش؟ بذكره. تجد ناس يصحون وينامون وكل شيء يخطر على بالهم إلا الصلاة، صح ولا لا؟ تجد ناس يشترون ويبيعون وكل شيء يخطر على بالهم إلا الصدق، تجد ناس يأكلون ويشربون ويتداوون ويروحوا كل مكان وكل شيء يخطر على بالهم إلا الصوم، وتجد ناس يسافرون شرق الأرض وغربها ويمين ويسار وكل شيء يخطر على بالهم إلا الحج، لم يؤذن لهم. لو أذن الله لهم بالطاعة لكان هذا أول شيء عندهم، لكن لم يؤذن لهم، نسأل الله العافية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديكم الدنيا وما خلفكم الآخرة، والدنيا والآخرة عند الله سواء، ما في الآخرة يعلمه وما في الدنيا يعلمه. ما بين أيديهم يومك وما خلفهم بكرة، ما بين أيديهم أمامك وما خلفهم خلفك، كل ذلك يعلمه الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أنت تعلم ما بين يديك؟ هل تعلم أن بين يديك ملائكة وبين يديك شياطين؟ هل تعلم أن خلفك ملائكة وخلفك شياطين؟ هل تعلم عن يمينك ملائكة وعن يسارك شياطين؟ خذ، قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، معقبات ملائكة من بين يديه ومن خلفه، وقال عن اليمين وعن الشمال
قعيد. إذن أحاطت بك ملائكة الله من جهتك الأربع. طيب الشياطين؟ قال الشيطان: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فاهمين؟ فإذا كنت ذاكر لله، الملائكة طردت الشياطين وحفظك الله بها. إذا غفلت عن ذكر الله، تركتك الملائكة واستحوذت عليك الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فاهمين؟ إذن أنت هذا الصراع بين يديك، والصراع من خلفك، والصراع عن يمينك، والصراع عن شمالك، ما تدري عنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. انتهى الوقت. نكمل. هشام. ناخذ وقت الأسئلة، مو مشكلة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. يا سلام، علمكم أحاط به. في أحد منكم عنده شيء سر ما يعلم به الله؟ في أحد يستطيع يخفي شيء عن الله؟ وين تخفيه؟ وين تخبي عن الله؟ لكن أنت لا تحيط بشيء من علم الله. تعرف شيء عن الله؟ رأيته؟ ما تعرف عنه شيء، وهو يعرف عنك كل شيء. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذا أنتم جنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بمن تقى. ما يروح واحد يلبس ثوب قصير ولحية وسواك ويحط عمة ويسوي نفسه شيخ وهو من تحت الله يستر. صح والله لا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لطيف خبير رحيم ودود كريم ستير. والله لو لم يسترنا الله ما جلس واحد منا جنب الثاني، ولو كان للذنوب روائح ما أحد استطاع يصلي في المسجد. صح والله لا. كل تفوح منه رائحة الذنوب، لكن ربنا ستر وربنا غفر وربنا رحم وربنا جعل الصلوات هذه مثل الغسيل، تغسل الذنوب. كل ما تجي تغسل ذنوبك وتطلع من بلا ذنب، وتجي الصلاة ثانية تغسل اللي جاء بعدها، وهكذا. أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى عليه من درنه من شيء؟ قالوا لا. قال فذلكم مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الحمد لله رب العالمين. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا بما شاء. ماذا شاء الله؟ أن نحيط به علما. قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا القليل هو الذي يتكلم فيه العلماء والأنبياء والمرسلين والملائكة والخلق كلهم، وهو قليل من علم الله. موسى والخضر في رحلتهم البحرية بعث الله لهم طير يعطيهم درسهم الاثنين. ما هو الدرس؟ الطير هذا نزل في البحر وأخذ قطرة وطار، فقال الخضر: يا موسى أبصرت الطائرة؟ قال: نعم أبصرته. قال: أبصرت ما صنع؟ قال: نعم. قال: أرأيت ما أخذ بمنقاره من ماء البحر؟ قال: نعم. قال: ما علمي وعلمك وعلم سائر الخلق من علم الله إلا كما نقص هذا الطير من هذا البحر. نقص شيء؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. شوف كم. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو الكرسي؟ كثير من الناس يعني يغفل أو أنه يجهل، يقول هذا اللي أنا جالس عليه الآن يسمى كرسي، صح؟ وهذا خطأ. هذا ليس بكرسي، هذا يسمى مقعد ولا يسمى كرسي. الكرسي ما توضع عليه القدم. الآن تحت قدمي، تحت هذه الطاولة مخد، هذه المخدة تسمى كرسي عند في اللغة العربية. فالكرسي ما يضع عليه الجالس قدميه، مسندة القدمين، ولله المثل الأعلى.
هذا في العادة الملوك تكون لهم عروش، ويكون تحت العرش محل ما يجلس الملك مسند لقدميه، تسمى كرسي تحت. طيب، ولله المثل الأعلى. لم يتكلم الله عن عرشه، وإنما تكلم عن الكرسي وهو أصغر من العرش بكثير، فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. بقي معنا نعرف هذه السعة كيف، فنأتي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقول له: يا رسول الله، لن يبين القرآن أحد مثلك، أنت المبين، ما معنى وسع كرسيه سماوات الأرض؟ فماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع من كرسي الله إلا كحلقة رميت في فلاه. الحلقة ما يوضع في أنف البعير، الحديدة الصغيرة اللي في خشم البعير اللي تضع فيها الزمام، لو أخذتها ورميتها في الربع الخالي ما زادت عليه الكرة الأرضية على تلك الحلقة هو ما زاد به الكرسي على السماوات والأرض. شفتوا سعة قديش؟ ثم قال بعد ذلك: وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض. يعني الكرسي مع العرش كحلقة رمية في فلة. إذن كيف عظمة العرش؟ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب عرش العظيم. أعظم مخلوق خلقه الله العرش، وهو سقف المخلوقات، ما خلق الله مخلوق إلا تحت العرش، حتى الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، عرض وسيع وكذا، لكن سقفها عرش الرحمن. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يعني هذه السماوات من اللي يحفظها منها ما تسقط بعضها على بعض؟ يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد إلا الله. الآن الكرة الأرضية كيف ذابتة؟ هل تحسب أن الجبال هي اللي مذبتتها؟ الكرة الأرضية إذا خرجت منها ونظرت إليها هي كرة في الفضاء، كرة في هواء، ليش ما ثبتت؟ هناك حكمة إلهية، مغناطيس معين، جاذبية معينة بأمر الله وزنت هذا الكون كله، ما بين السماء والسماء، ما بين السماء والأرض، ما بين الكواكب، الكوكب والكوكب، كل ذلك بمقدار، لا يتقدم هذا ولا يتأخر، وكلهم في فلك يسبحون بأمر الله جل جلاله. شفتوا القادر سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تقول إحنا الآن جالسين على الأرض وتحتنا الأرض والأرض ذهب. طيب الأرض جالسة عليش؟ ورد في كتب الإسرائيليات، وهذا من كل من باب التكذيب، أن الله عز وجل خلق ثورا عظيما حمل الأرض بين قرنيه، وخلق حوتا عظيما حمل الحوت الثورة، وخلق جبلا كبيرا حمل ذلك الجبل الحوت، وخلق بحرا. هذا كله كلام فاضي، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، لا ثورا عظيما ولا حوتا عظيما ولا جبلا عظيما. الأرض تجري والشمس تجري والقمر يجري والأفلاك كلها تجري، وكل في فلك يسبحون. إذا رأيت تشوف يسبح كما يسبح السابح في الماء أو يسبح السابح في الهواء، كل في فلك يسبح وبأمر الله عز وجل يمتثل حتى يأتي أمر الله. فعندئذ حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، عندئذ تبدل الأرض غير الأرض، عندئذ تمتد الأرض ولا تبقى كرة سير به الفراش، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ولا يؤوده حفظهما، يعني إذا كان الله حافظ السماوات السبع ما يقربهم شيطان. قال تعالى: والصفات صفا فالزاجرات زجرا فتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا
من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون. شفتوا كيف القرآن؟ ولا يؤوده حفظهما، الشيطان احنا ما نشوفه، وإذا قام وتوجه إلى السماء الشهاب يأتي إليه فيقتله بشهاب ثاقب يرمى. لهذا قال الشياطين وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يلا انطلقوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يلا تستطيعوا أنتم الآن تروحوا السماء وتجوا؟ تستطيعوا يا ناس؟ تستطيعوا يا جن؟ ما يستطيعوا. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم جل جلاله. العلو صفة ثابتة لله، والعظمة صفة ثابتة لله. ولما كان العلو صفته كان الأدب معه التواضع، فأحب العبادات إلى الله ما كان فيه الإنسان أقرب إلى الأرض وهو السجود، عرفت؟ والعظمة رداؤه إزاره صفته كبرياء والعظمة، فالتواضع صفة أن يتصف العبد بعبوديته لله بصفات العبودية. قال بعض السلف قال كلما تحقق العبد بصفات العبودية جاءه المدد من الله، تحقق بصفات العبودية يأتيك المدد، تتصف بصفات الألوهية يأتيك المقت والغضب كما حصل لفرعون صلى الله عليه وسلم. طيب هنا فائدة، العلي في ميزان الناس أن الشيء لا على صغرة، الطائرة في مطار جدة أو في أي مطار على الأرض كبيرة، فإذا طارت في السماء كل ما علت صغرت، صح ولا لا؟ تشوف الطائرة بعيد كأنها ذنبانة، صح ولا لا؟ وهي بوينغ 333 والله إيرباص، لكنها لما علت صغرت. فكل مخلوق يعلو يصغر، لكن الخالق هو العلي العظيم، العظيم في علوه والعلي في عظمته، لا شيء أعظم منه. علو الله صفة ثابتة، سبح اسم ربك الأعلى، والفطرة جبلت على ذلك. الجارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم الله، فأشارت بأصبعها إلى السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. بهذا تنتهي آية الكرسي وينتهي الوقت.